سعادتك يا متولي. سعادة الوزير، ما عليكم، وحشني جدا يا فندم. يا راجل يا راجل يا بكاش، انت مش قلت انك هتيجي عند الوزارة وتشرب معايا الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى، وانت سيد العارفين. ايوه انا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصة جميلة يا متولي. مع الف سلامة يا باشا، شرفت المدرسة يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل، مستني ايه؟ متولي بيه، اللي ما يعرفك يجهلك، تسمح لابوسك؟ هيبقى انا ومراتي يا عبد الفضيل. اخلع ورا الوزير الانتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى، انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله، ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان ولا راح ولا جه؟ بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التعليم ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان، ايام ما كان وزير صغير والاكل عجبه، عشان كده شايل لك جميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلوه دي، كل واحده تانية. انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همومه. هو في حاجة حصلت لي كده، هي مش نكتة، موقف يعني حصل لي وأنا بشتغل على العربية. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك أعمل اتنين طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلدية. أما الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، أنت طاجن الكهرباء اللي بتوع البلدية وأنت طاجن البلدية اللي بتوع الكهرباء. راحوا بتوع البلدية جم شايلين العربية، وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا. يظهر ان انا عكيت يا فندم، بايخه مش كده؟ فعلا بايخه قوي. ايوه كده يا سياده الريس، بلد بتنضب صحيح، فساد بقى للركب. ولا ولا طاق بالنسبة لك؟ بالنسبة لك انت تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لانزل. انت بتشتغل يالا؟ يا بابا الله يا باشا. قول حاح. نعم؟ قول حاحة. أنا يا باشا؟ أمال أمي؟ خد وابني على البوكس. أنا عايز أعرف أنا عملت إيه بس يا باشا؟ مشتبه فيك يا أخي. لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ الله. طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو أنا لحقتك كريم باشا؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي إمبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في القسم. أنا بقول لك أهو، مش عايزين نزعله على الصبح. قول له إنك دخلت في باب، وقعت على وشك، أي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للرئيس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ رئيس أنا مسكوني تحري يا رئيس، اشتبهوا فيا. احكي اللي حصل بالظبط. أول ما مسكوني
ركبوني البوكس. مكيف. وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافة. عصير فراولة. حلو يعني. وبعدين ندوا لكل واحد مننا فوطة سخنة. طلع ريحة كده. بس ريحة حلوة. وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده. حلوة قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. ما هم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس. قالوا لي ما تتكلمش. الصور ده متولي وراء شعب عظيم قوي. حضارة وتاريخ. 75 مليون انا مسؤول عنهم كلهم. مسؤول عن امنهم. عن اكلهم وشربهم. عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا ريس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. تخيل نفسك يا متولي بقيت رئيس جمهوريه لمده دقيقه مثلا، تعمل ايه؟ انا رئيس؟ انا رئيس جمهوريه يعني؟ انا شوف سعادتك، انا اول حاجه هعملها ان شاء الله. المده خلصت يا متولي. هو انا لحقت يا رئيس؟ بس ايه راي سعادتك فيا وانا رئيس جمهوريه؟ لابد ان تكون الحقائق واضحه وصريحه كي نصل معا الى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد ان تعلم الحكومه ان هناك مشكلات كثيره لم تحل بعد، ولكن المشكله الاولى بل الرئيسيه هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشه للمواطن المصري. معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا ريس. بلاش كلمة ريس دي هنا خالص. لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. عشت يا ميتو. ازيك يا عم صلاح؟ تشرب يا باشا. هاخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا ابني على مية معدنية. لا، مية من الحنفية. خليها من الحنفية يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهورية. باقي يا باقي. لوك 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 لوك. ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح؟ مالك؟ ما تهدى شوية. ما انت عارف عندي خمس عيال وامهم وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل. يتكلموا شوية عن معدوم الدخل. ما هو برضو خمس عيال كتير. مفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الاخ ده؟ اسكت شوية ابوس ايدك. سيبك من متولي وخليك معي. انت عايز تخلد براحتك وتنبسط والحكومة هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤولية شوية ولا ايه؟ وماله نشيل؟ انت مش هتحضر فرح؟ فرح ايه؟ عندي ناس مهمة. هو في اهم من بصلة؟ ده صبيك وفرحه النهاردة لازم تحضره. ما يولع بصلة، هو اللي جابه بصلة. الأهبل ده يا باشا السبب الرئيسي في الزيادة السكانية. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصلة. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصلة؟ أيوه. أنت متأكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا. مكتوبها لك يا بصلة يا ابن العبيطة. تحية خاصة من شباب المنطقة لحبيب قلبي بصلة، وسمعني أحلى سلام. إذا سعادتك دقيقة واحدة. حاسب يا عمنا، عايزين نسمع أحلى سلام للمنطقة واللي فيها والعروسة والعريس بصلة وأمينة. مبروك يا أمينة. اقعد اقعد اقعد. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة. الفرح ده فيه شخصيات مهمة قوي. كل الدنيا بتصورنا دلوقتي. الدشات والإس إن 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 إن. كل الساتلايت بيصورنا. اسكت اسمعني. انت بالتحديد شغل الحناطير والاستابلات والحصينه ما يمشيش هنا خالص. ابوس ايديكم. عيب يا عم. والله انا ما خايف الا منك انت.